طبعا الواضح جدا أن حفتر عند قدومه إلى ليبيا أراد أن يستغل الأوضاع الموجودة في ذلك الوقت استغلال سيء، وذلك للوصول إلى هدفه الذي كان غير معلنا، وهو الوصول إلى حكم ليبيا بعد أن أزاح أو تمت إزاحة القذافي من قبل ثوار 17 فبراير. كانت أولى خطواته باتجاه البريغا، ثم عندما اندحرت قوات القذافي من البريغا ثم إلى سرت، ثم جاء إلى مصرات ومعه قوة من الثوار في ذلك الوقت، مكث في مدينة مصرات وحاول أن يشارك بكتيبته في القتال في منطقة الدفنية، لكنه مني بضربة موجعة من قوات القذافي فتقهقر، ثم رجع إلى مقر إقامته في مصرات، ومن ثم انتقل إلى ترهون وبعدها إلى طرابلس، ومن طرابلس هناك أراد أن يبدأ مشواره في السعي الحثيث إلى السلطة. وعندما فشل في طرابلس خرج على الفضائيات وبالتحديد العربية، وأعلن عن يعني انقلابه في ذلك الوقت. نعم نعم، وهذه الحقيقة يعني جولة سريعة في حياة السيد حفتر العسكرية بعد قدومه إلى ليبيا. يعني أريد أن أصل إلى حقيقة، وهي أن حفتر عندما أتى إلى ليبيا لم يكن يعني فعلا هو يرغب في مساندة الشعب الليبي إلى الوصول إلى الدولة المدنية وإلى قيام بالتالي